السلام عليكم، إن شاء الله راكم ناح. درنا حصة مواجهة عامة في الإنجليزية مع سنة رابعة متوسط. الحصة سجلناها لنا في الزوم. الحصة كانت ممتازة أيضا. شكرا للتلاميذ اللي حضرونا اللي حضروا يعني الحصة. المواجهة يعني درناها على لأن كانوا عندنا مواجهة من ENC.com website. أستاذة دادها ويعني قيناها وحليناها مع بعض باش نفهموها. نخليكم تشوفوا الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله يوم الاثنين على الساعة 5:30 مع السنة الرابعة متوسط ونديروا فيها مراجعة. رابط الزوم راح يكون تحت الفيديو، مرحبا بكم. الحصة راح نسجلوها ونحطوها في القناة أيضا. نقول لكم تهلاو في روحكم ونشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين على 5:30. السلام عليكم، ها معكم الفيديو. أوكي، السلام عليكم. علاش قلت نديرو ريفيزيون جينيرال واش فيها كاع هاد كاين أستاذة دارت هاد الريفيزيون في الموقع ENC، دارتها جينيرال يعني فيها كلش. ندوزو عليها نشوفو ولا كاين أي أسئلة نجي نفهمو كيف كيف. أوكي، ولا وكاين حابين نسقسيكم، كاين تلميذ قال لي يفهم رياضيات وحاب يتعاون معنا او هنايا اليوم ولا ما كانش، ولا تلميذه ولا غير نسيت تلميذه ولا تلميذ قال لي بلي يعرف رياضيات وممكن ندير حصص رياضيات ونحلو تمارين مع بعض، بصح ما على باليش نعاود نشوف معاه. اوكي، سو عندنا هاد الريفيزيون ندوزو عليها سهلة على كل ما فيها والو، بات يعني لازم واحد يعرفها. هي الأستاذة دارت ريفيزيون في ورقة، دارتها على جال نقاط 1A B. أوكي، سو ندوزو عليها. سو واش قالك هنا؟ كاين أول شي قالك تاك كويشن، واش معنتها تاك كويشن؟ أوكي، ما مكتوب عربية أيضا، سو حاجة مليحة. سو تاك كويشن هي دايما نعرفو بلي تاك كويشن هو مثال. There are short questions. كاين زوج تاك كويشن، كاين نيجاتيف and positive. Okay، سو عندنا مثال دايما هذه قاعدة، كيكون عندنا positive sentence معها يجيها نيجاتيف تاك كويشن، ولما تكون عندنا نيجاتيف sentence يجي معها positive تاك كويشن. Always نديرو كما نقولو الكونتخيغ لانفيرس. مثال هنايا واش قالك؟ قالك دارت هنا مثال computers keep information don't they. So دائما كي عندنا positive sentence always we use negative tag question. Tag question هي يعني هي حاجة short question. Okay، سموها type I don't know why، بصح هي short question. واش نعرفو؟ نعرفو دائما باللي كي يقول لك في tag question دائما سؤال كي يقول لك كي يكون عندك جملة positive always ديو negative short answer always. كي يكون عندنا positive sentence ديو negative answer. مثال اوكي، سو عندنا مثال هنا نقولو computers keep information. كي نقولو computers keep information I want to ask this about سؤال شنو نقولو؟ نقولو don't they. اوكي، computer keep information don't they. اوكي، Ali will invite us. Ali will invite us. Isn't he? Okay. Ali will invite us. نقولو one day. Won't he? Okay. Will invite us. No. Won't he? No. Ali will invite us. هنايا نعمل won't he. Okay. بقعدنا Ali. Not one day. So. Ali. Yes. نكبرها. هكا. وي بيو اي خلاص. هنايا عندنا بك حاجه صغيره هنايا. اوكي، هنا واش قالت لك؟ هنا قال لك انا Ali will invite us. ما نقولوش one day but we say won't he. اوكي، وعلاش؟ لان عندنا Ali one person. اوكي، so won't he. اوكي، so they pass they pass an exam don't they. So دائما عندنا جمله صحيحه negative tags دائما. اوكي، so short negative answer. والعكس صحيح، لما يكون عندنا جمله يعني normal يعني positive question sentence. مثال زعما تقول لك yes positive. سو كي عندنا جمله positive sentence نقول نجاوبوها
لك كي نحبوا نديرو كويشن معاها الشورت كويشن نديرو نيجاتيف. كي تكون عندنا نيجاتيف سنتنس جاوبوها بالتاغ بوزيتيف. مثال the weather is not fine. اوكي so the weather is not fine is it. اوكي they didn't come by car did they. so always كي عندنا نيجاتيف سنتنس جاوبوها بالتاغ بالنيجاتيف بالبوزيتيف عكس. عندنا لما نقولوا مثال عندنا suggestion. suggestion هو اقتراح. نقولوا دائما استعملوا shall هذا مكان let's go forward shall we. اوكي دائما هي والامبيراتيف نعرفوا الامبيراتيف. الامبيراتيف هو الامر. الامبيراتيف هو حاجه صغيره حاجه جمله تبدا بright تبدا بكلمه بالفعل. مثال do your homework. اوكي هذه جملة imperative form always. Do your homework is imperative form. وعلاش؟ لأن الفعل الجملة تبدأ بالفعل. So ماشي هذا. So حنا وش نديرو؟ Wait. Okay سمحوا لي. Yes okay. So do your homework is positive is imperative form لأن الفعل يبدأ الجملة تبدأ بالفعل. Don't yeah هذه كي negative of course هذه negative تحوشها هيكون هيكون don't do your homework. okay هذه هو negative تحوشها don't do your homework هي negative imperative negative. okay اسمها ما تديرش homework تاعك. number three عندنا sequences. okay هادو سهلين باسكو عندنا sequences. sequences هما يعني تكون عندك first. okay تكون عندك then كامل قلك sequences are then next. okay finally نزيدوا عليهم هاد الكلمة نستعملهم عندما نوجه شخص زعما التحدي. مثال okay مثال وش نقولوا how to prepare something. how to prepare I don't know anyway sequences هما نستعملوا كلمة هما then يعني مثال زعما مثال وش نقولوا قولوا يعني sequence هو كما نقولوا المقطع. اوكي سو واش عندنا عندنا first I go for shopping and I will go with you. so عندي two action عندي هال sequence تاعها. مثال نقولك I do my English course then I will go outside. اوكي سو نستعمل كما نقولوا عندنا deux actions وندخلوا لهم then ولا نستعملوا مثال first ولا next ولا okay so عندنا comparative. comparative هذه قاوم سنة الثالثة. okay so comparative عندنا تخوا عندي فيديو سنة الثالثة في هذا comparative مراجعة عمليها. okay so comparative وش كان ثلاثة كما قولوا تخوا كشو قولوا تخوا form بلا كان short comparative. مثال نقولوا كي نقول لك شوت 1 واش معناتها نزيدوا الاو ار هذا مكان. اوكي كي نقولوا شوت او ار عندنا لارج لارجر تشيب تشيبر عندنا ايزي ايزير. اوكي نزيدوا الاو ار عندنا ثاني عندنا نوت قاعده واحده اخرى واش نقولوا عندنا كومباراتيف نقولوها لونغ كومباراتيف. لونغ كومباراتيف واش نديروا نزيدوا مثال نزيدوا عليها مور ذان. اوكي سو عندنا بيوتيفول نقولوا more beautiful than. okay so عندنا مثال هنا قد expensive. okay food are more expensive than vegetables in Algeria. okay so عندنا comparative تاع expensive ما يتبدلش هو يولي نزيدو more than and then ما كاش قاعدة عليهم exactement هادو لازم تعرف فيهم هذا ما كان. okay مثال ما قشو قولك expensive باسكو ما يتبدلش لازم تشفي عليهم ما قوش قولك beautiful is beautiful is more beautiful than. وعندنا سو عندنا واحد عندنا short comparative. okay عندنا short comparative عندنا long comparative وعندنا irregular comparative. yes the irregular يتبدل الirregular كيف كيف ما كاش قاعدة تانية تشفي عليهم مع التمارين. صدقت irregular كان خمسة سو لكن خمسة is fine. okay so سهلين سو عندنا good we better bad we worse. okay so irregular يتبدلوا عندنا خمسة قلت لك عندنا خمسة هنا كان ثلاثة بصح عندك خمسة irregular adjective في comparative.
عندنا سيبالاتيف، اوكي. سيبالاتيف هو مقارنة الشيخ او الشخص مع مجموعه. مثال يس اوكي. سو سيبالاتيف زيدو اي اس تي، اوكي. دائما زيدو اي اس تي. مثال عندك لونج لونج. سو ذا نيل ريفر از ذا لونجست ان افريكا، اوكي. سو ديو سيبالاتيف. Algeria is the largest country in Africa. Yes, Algeria is the largest country in Africa. So the separative is the EST. هذا ما كان. وقالت لك كاين باللي كاين دوزيام. وشنو هو؟ هو يس كيكون عندنا سيبراتيف واحد اخر. The long one ديو the most. So عندنا imperative ديو more than. Comparative we compare. و سوبراتيف نقولوا زعما هذا is the best. اوكي okay? So is the best ولا the most dangerous animal in the forest. القاعده تاعو هو يعني هو ما فيش يعني حاجه كبيره. هو لو فيرب هو السابجكت بيان سور. لو فيرب واش عندنا؟ بلس عندنا عندنا the most. اوكي okay? بلس adjective. عندنا short adjective وعندنا long adjective وعندنا irregular adjective. short adjective نزيدو est. long adjective نزيدو the largest. so short adjective نزيدو est. okay. the long adjective نزيدو the most. voilà. the most yeah, dangerous. okay. نزيدو the most. okay. so the most dangerous. and the irregular adjective يتبدلوا كيما الاخرين. تسمى هما نفسهم كيما كومباراتيف. اوكي. لكن واش نقولوا؟ the most for example good ترجع the best. اوكي. bad ترجع worst. in the comparative ترجع better than. so good in the comparative is better than. good in the superlative نرجعوها the best. سامي دير سيبراتيف حاجات ما نقولوا لا ميور فوالا ولا the worst. okay. so حاجة فوقها لخا we compare only. okay. so لخا compare you back. okay. now we have the future tense. so the future tense and for me is the same is the most is the easiest. okay. so is the easiest conjugaison في لخا كامل. علاش؟ ما فيها حتى حاجة. ماشي كيما الباسي ماشي كيما البريزون. باسكو البريزون نزيدو الاس في هي شي. الفيوتشر ما ندير والو. نزيدو اي ويل في كامل في كامل كما نقولوا كامل لو نديرو ويل. مثال شال ويل كيفاش نستعملو؟ شال كيفاش نستعملو؟ ويل. سو وي ساي هنا قالك هنا نستعملو دائما نستعملو ويل بليس الفيرب ان انفينيتيف. مثال نقول لك مثال ندير الفيرب تو جو في الفيوتشر نقول اي ويل جو تو ذا ماركت ليتر. Okay, so had this had the future. So كيف قلنا هاد كيف مدلك هكذا بيقول لك what أتيني وين conjugate. بس قعدنا later هو the future. وش نديو نحو الباكت. okay. ونديو will. هذا ما كان. future هو الساهم. okay. so نديو will. so عدنا will. قال لك الفعل مثل infinitive بدون استعمال شيء. so الفعل قاعد على infinitive ديو will. I will go. I will do. I will buy. I will pass. I will be. like الفعل قاعد على infinitive مزيد will. the tense the future هو سهل كامل ما فيهاش. okay. أنا هذه من مش معها لأن أنا ما قلتش نقول أنا shall I will go ولا shall I go. okay. so shall ولا will نفس الشيء. اوكي. ما عندها نفس الاخر فيوتشر معناه فيوتشر. نقول I will go. we will go. you will go. should I go. should I shall استعمل بزاف استعمل في ال في ال question. اوكي. تلقاها بزاف في ال question صح. اون جينيرال نستعملو كاع will. هي قالت نستعمل shall مع we and I. انا هنا ما يعني ما غاديش نقولها صح ولا لا بصح I don't think so. no. I will go and we will go. اوكي. Okay, so future سهل بزاف. Now وش عندنا؟ عندنا future simple and future simple and conjugation. 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 I don't know. So وش قالت لك؟ قالت لك when, while, as soon as, before, till, until. عندما تكون عندما تكون هنا هنا. تكون لدينا جملتين في future now بينتها نستعمل future based on simple. okay.
Layla will arrive home. She will revise English. Okay, so of course, in the future, will. Okay. When Layla will arrive home, she will revise English. Of course. So we keep it now. When? Okay. When? ماشي كيف قعدنا when not especially is future okay بس نقدر نقول لك انا when I was kid okay I was crying a lot so انا نقول when مستعمل passé so when ماشي معناتها future no الجمله قاعده تحمل بين تبقى على future so عندنا هنا واش نقول كامل هي كي نكون عندنا جملتين كي نبدا بالfuture نخلص بالfuture okay ولا كانت تبدا ديبانس لان سا ديبون نقدر نقول جمله نقول لك وان مثال وان اي فينيش سو وان اي فينيش بيكوز اي ويل جو سو اي ويل جو تو اي ويل جو تو ماي انتي to the market to the market okay نحب ماركت انايا so to the market so شعدنا عدنا هنا يا عدنا when okay عدنا when وعدنا when okay وعدنا I finish le présent okay استعملت le présent واستعملت le future okay استعملت future so I can use when in the present and the future كيفاش؟ If you work hard, you will yes. get your bread. Exactly. If you work hard, you get. So هي قالت هنا قال لك when استعملوا ماشي دائما استعملوا when ماشي كي تشوفوا when ديروا ال future. No. when دي فوا دير السؤال مدام. Yes, دي فوا دير السؤال. دي فوا نقول أنا نقول لك مثال شوفي when جي في الباست جي في الفيوتشر جي في present continuous. جي لازم نفهموا الجملة. يعطيك الصحة تفهمي الجملة نعم لأن هنا أستاذة قالت لك when تستعمليها لما when arrives at work so أنا هنا من خاطرهاش لأن when as soon as I finish his as soon as he finish his work okay he will watch TV yes okay so as soon as he finish his work okay أنا شغل كي نكمل yes. كي نكمل ليلة كي نقول لك as soon as معناتها جست ما نكمل راني نديرها اوكي جست ما نكمل تم ونديرها سو راني حنديرها سو يس بات وان از ذا باث تقدر تجي في البيزون يا فوالا نقول لك as soon as نديرها شوفي as soon as نكمل قرايتي نروح نتعشى اوكي سو هذه هي as soon as يس واش فيها ثاني سو عندنا غير فيوتشر هنايا عندنا البريزون سامبل اوكي سو عندنا البانون بريزون سامبل نيجاتيف اند انتيروغاتيف اوكي دي سهله كيقول لك اي بلاي ولا اي بلاي وذ ماي بلاي ستيشن اي دونت بلاي بلاي ستيشن وذ ماي بلاي ستيشن ولا دو يو بلاي وذ يور بلاي ستيشن سي دي دونت بلاي اوكي دي بلاي بلاي ستيشن دي دونت بلاي ستيشن كي نحب نطرح سؤال نقول دو دي بلاي وذ بلاي ستيشن اوكي دو دي اوكي سو هي الفعل تنتهي بـ is or not if as هذه باينة كي قعدنا مثال الفعل خلاص تي هيت ولا دايما شوفوا عليها لو او مثال go نديرها goes اوكي في البريزون مثال الفعل watch يعني كي قعدنا هاد لي فيرب هادو دايما الفعل خلاص بهاد الفعل دايما نديرو او اس في البريزون اوكي ما نساوهاش وهنا واش عندنا نسيت نمبر 7 So, عندنا future, present and future. وش قال لك؟ قال لك condition time, present, hypothetical. So, وش عندنا؟ عندنا if. كيف عندنا if؟ If يعني هو تاع condition. Okay? So, نقول if. If he gets his passport, he will go to London. Okay, so عندنا إذ الشرطية مدام. شرطية نعم. عندنا condition. نقول لك لو كان دي هكا, I will do this. لو كان دي هكا, بيان كي نقول لك انا كي نقول لك انا if I study I succeed exactly if you study you will success okay so نقول لك if you study you will success سواء لازم واش نستعملوا نستعملوا present first and second نستعملوا future هذه يعني of course now واش عندنا قال لك if you invite me I will be very grateful of course yeah سواء عندنا present هنايا وعندنا future سو دائما كي عندنا we عندنا present وموها عندنا future condition دائما نضج موها بالعربية بقولك لو كان نقرأ يعني حنربح اوكي okay, so بينا
عندنا conditional type 2 سؤالي type 1 هو if type 2 وشنو هو؟ هو past plus would and verb. would هو دائما نستعمله would في future. كما نقول لك I would love to go ولا كي نقول لك I will go ولا I would love to go وش هذه الفرق بينهم؟ لا ديفيرونس كو كي نقول لك I will love to go معناتها اني حاب نروح اوكي اني حاب نروح يعني كما نقولوا سيغ اني رايحة سيغ اوكي I will go اني رايحة سيغ كي نقول لك I would love to go ثم اني حابة نروح مي I'm not sure اوكي سو واش عندنا هنا سو would هي كما نقولوا ماشي سيغ كي نقول لك I will اني سيغ اني رايحة سي سيغ I will do it اوكي I will do it. ثم أني حنديو بعد. يقول لك I will do it. أني حنديو. سي سيغ هادية. أوكي. وش عندنا؟ قال لك if plus subject plus verb in the past. أوكي. plus would plus be. سو عندنا يكون كونتيفال. أوكي. if he got his passport. أوكي. He would go to London if he got his passport. أوكي. إذا بس بوزيتيف إيش نستعمل وود وفعلا بوزيتيف قابل نبيتي دون ليست حقيقية يا فوالا بالخير يس أوكي سو كي نقول لك وود سو من هذه كاع إيش فيها حاجة وقتاش نستعملوا وود وقتاش نستعملوا ويل نستعملوا ويل كي نكونوا سيغ نستعملوا وود كي نقولوا ماناش سيغ أوكي ما على بالناش وي آر نوت شور أوكي سو أي وود لاك أي وود جو تسمى أني رايحة بصح أي كانت بروميس أوكي ما على باليش مانيش سيغ سو دايما ويل هي فور شور would هي ماشي سيور بصح دائما فيوتشر دائما نستعملها فيوتشر هنا واش عندك استاذه من فضلك عاودي هذي تاع would ايه اوكي انا ما نقراش هذي كامل انا مدلك وحده صغيره برك وقتاش نستعملوا would وقتاش نستعملوا will كي نقول لك I will go to the market اوكي نعاود نعود اخرى نقول لك اوكي سو نقول لك I will go to the restaurant okay كي نقول لك I will go to the restaurant واش معناتها معناتها كاني رايحه للريستوران انا جي ديسيدي اوفيسيال okay I will go to the restaurant ما فيهاش نقاش كي نقول لك I would go to the restaurant هذه معناتها ماشي سيغ نروح okay كما نقولوا كي نقول لك I would go معناتها مانيش سيغ بصح اني حابه نروح okay علاش كاين ديفيرونس difference كي نقول لك I will go هي كما sûr et certain كي نقول لك I would go to restaurant في الشك أني حابة بصح ما نضمنش أوكي هذا واش فيها difference en général نقول en général نقول بزاف will كي نحن نقرا ولا ندير حاجة نقول لك I will do it yeah I will but كي نحب نسقسيك نقول لك مثال would you come with me تحب تجي معايا Oh yes, I will. ولا oh I would like, but you know, فهمتي؟ سو كي نقول لك would سو كي نقول لك I will go to the restaurant, okay؟ نقول لك أنا سقسيك. En général, question. نقول لك would you go with me, okay؟ تحب تجي معايا؟ ما نقولكش would you go with me. كي نقول لك would you go with me, تسمى حتجاوبيني بيس. نقول لك would you go with me. تقولي لي oh yes, I really want to go with you, but I would like to go with you, but You know, I'm not sure, ولا I am busy, okay, so I would, هي دائما كما تكون يشتير هذا ما كان I will, هي for sure هذا وش في عاصك, هذا ما كان So, كي تكون عندك جملة وحاجة خيالية مثال, I don't know, مثال حاجة كما هنا قالت ليس حقيقية بل تخيل فقط في الحاضر, okay So, I would, أنا نقول I would, we use it for not sure I will, we use it for something sure هذا ما كان صح ان جينيرال استعملوا زاف ويل اوكي ان جينيرال كاي سو كويشن وود يو جو ويذ مي اوكي وود يو دو ذس وود يو اوكي سو كويشن قولوا وود يعني عامه ماشي دائما صح عامه ناو عندنا النمبر 9 دوك نديرو تمرين عليهم اوكي سو عندنا النمبر 9 ريلاتيف بروناونز سو وات از ريلاتيف بروناونز اش معناتها ريلاتيف بروناونز ريلاتيف بروناونز عندنا هما هو ذات ويتش هوز اند وير اوكي سو عندنا هادو En général, you question. ماشي دائما but you كي يقولوا who is this? هذه question. كي يقول لك who is the guy with you? نعم. How about you? Yes. Yeah. كيفاش؟
Who are you? Who are you? Yes. نقول له who are you? Okay. So in general, who is your question? ولاد نستعملوا who في تلك جملة عادية. مثلاً نقول this قالتنا this is the boy who got the best mark. هذا هو الولد اللي جاب لي مارك ملاح. Okay. So who استعملوها في ال question واستعملوها في الجملة. Same for which, same for that, same for who's and where. So where استعملوها المكان. Which استعملوها في الأشياء. Okay. Who استعملوها في العباد. Okay. So who are you ولا who is that ولا and which استعملوها في something like which table you need, which subject are you in, which school you will go. So which استعملوها الأشياء in general. So قال لك نستعملوا who and that, you and that, which subject are what الإنسان blah blah. This is the boy that he got the best mark. Okay. So وش عدنا the boy he... Okay. هنا ما كان والو. So عدنا نعرفوا باللي نستعملوا وش معناتها who معناتها that نعرفوا استعملوا that. Look at that boy. Okay. So look at that boy. That boy is the one that I talked to you. Okay. So that he استعملوها في كلمة صديقة شو قال لك وين but ماشي حاجة كبيرة. قالت لك which that is they تعود الأشياء. Okay. So عندنا هو الإنسان which الأشياء where استعملوها المكان. Okay. So هذا وش عندنا هنا يا which بلا بلا. Okay. هو استعمل الملكية theirs. Okay. So whose نقوله theirs bien sûr. Okay. So نقوله whose ولا theirs it's. Okay. So الملكية voilà. الملكية. Okay. كي نقول لك my neighbors died. His son studies in England. Okay. كي نحبو نقولو نقولو my neighbor's his son studied in English. Okay. So كي نحبو نرجعو his son. Okay. نرجعو by his. Okay. His son studied in English. So which هوز ترجع الملكية. اوكي سامعين عدنا بلا بلا دي والو نكتب نحدا دا كلمة where the school where I study is very large. اوكي so دا نحسب دا نكتب where school so the school is very large. I study there. The school where I study. Yeah. Okay. So بيان سيو هادي بون هاديش قالك هنا قالك ميتا the school is very large. I study there. كي نحب نحي there. Okay. نحب نحي there وش نقول the school where I study is very large. Okay. So بيان سيو نحكي نحو نقول the school where I study is very large or the school is very large. I study there. بيان سيو لازم نقول وين. So المكان نعودو there where باسكو there is for a place and where is for a place. كي يقول لك عطينك هذا there ويقول لك ديلي which ولا where ولا who. Of course ما حش ندير who ما حش ندير لا ما حش ندير which وني حش ندير where لأن there تعتبر مكان. عدنا وش تانيك عدنا عدنا models. Okay. دائما شفر models وش معنتها وش معنتها models. Okay. So عدنا two things. هادوش عدنا هاد النص كامل هو عبارة عن I can and I could. Okay. So I can and I could وش معنتها can وش معنتها could. Can نستعمله in present, could in the past. هذا ما كان. Okay. So عدنا can in the present, could in the past. عدنا نستعمله can in the present blah blah. Okay. Can I still in the present. Okay. My I can't negative تاعها هو I can't. Okay. In the question بدأو بها so عدنا I can do my activities, I can't do my activities, can you do your activities. Okay. So dub can. Yes I can or no I can't. This is the answer. كي نستعملو could وش نقولو there could be another failure. Yeah, there could be another boy in the classroom. Or there could be another exam. Okay. Can and could are also used to ask for and give. Yeah, okay, of course. So نقدر نقول لك could I take your pen or could you tell me how I get to. Okay, so could and can. And can نستعملو can في present and could نستعملو يعني في critical sentence in the past. Okay. Could you tell me how to get to the station, please? Okay. And can I take your pen permission? Okay, sorry, permission. What is your request? Can I take your pen? So, عدنا can for the permission, could for the request. Could you tell me? No, but عدنا قولو can you tell me, okay? So عدنا قولو can you tell me how to get the bus station? Same thing, okay? And also, can I say, could I take your pen? Okay, so, ماشي vraiment request. The request. Could is also for permission. نقدر نقول لك أنا can you tell me how to get to the bus station. معناتها حبيت تفهميني. Okay.
نقول لك could you tell me نسقسيك اوكي اوكي سو I want your request and permission I can say can is permission and could is a request this is what she said but I don't think so anyway okay so could is in the past of can in the present could is the past زعما كان there are other irregular forms of can and could okay وش نهما I am able to okay we have able to is the present simple so انا نبدلو نقول I am able to okay So was and were able, okay, in the past, will be able to you, okay, so this is, will be able to help me, okay, so will be able to use, so will be able in the past, in the past, in the future, in the present. Adnan, may and might, okay, so Adnan, may, Adnan, might. What's the difference between them? May. نستعملو may هذيا كي نكون ميتان نقول لك I am not sure كي نقول لك may I take your pen may I visit Algeria may I take okay so may هي may استعملوها كما نقولو بلطف okay سما في الانفورمال فوالا لا في الفورمال فوالا كي تكون حاجة فورمال نقول لك may I help you okay so واش عندنا قال لك عندنا yes نعاود اوكي عندنا في عندنا مع هنايا عندنا قلنا could and can okay can is in the present could is in the past دائما نعرفوا بلي could in the past عندنا في المودل فيربس هذوما واش نقولوا عندنا 3 types قلنا عندنا permission okay هو نقدروا permission نقولوا for permission نستعملوا may can and could okay for advice نستعملوا should okay so عندنا and for the ability يعني حاجة able to do it can and could so could نستعملها في ability and permission okay so it's not like a request but نستعملها نقول I'm able to do it or could you do it نقول لك yes I'm able to do it okay so ولا can you do it okay so could ولا can نستعمل both of them for the permission عندنا وش عندنا may and may and might كي يقول لك I can do it ولا I may yeah. do it نفس المعنى كي يقولك I can do it ولا I may do it الفرق بيناتهم شنو هو كي يقولك I may do it يعني مايش sure نقدر نديرها مايش sure كي يقولك I can do it yes I can نقدر نديرها I can do my exams okay I can get 100 I can get 20 I may get 100 so مايش sure كي يقولك might is less likely is تحت might كي يقولك ولا may هي 50% might هي 30% هذا ما كان هذه الديفيرونس بيناتهم may هي نقول لك less نقول له I can تما نقول له for sure نقول لك I may do it تما ماشي sure نقول لك I might تما really ماشي vraiment sure هذه هي الديفيرونس بين may and might واش قالت لك might is in the is the past of may of course هي كي نقول لك may بس ها هو might okay كذلك نستعمل might تعبر احتمال بعيد فوالا تكون عندك فريمون احتمال بعيد بزاف okay وهذه احتمال فوالا سو هذه احتمال وهذه احتمال بعيد سو هذه ايش قال لك هنا قال لك semi modal we used to plus verb نقول لك my father used to smoke I used to go to school okay so I used to go we used to travel a lot positive We didn't use to travel so a lot. See negative. Did you used to go to travel a lot? So question. نستعملو used to في ثلاثة حالات always. عندنا sentence normal عادي sentence يعني في positive في negative of question. من search اللي كاين always نستعملو توجور نستعملو by question. Did ولا did you go ولا will you go? Okay, will you? No. كي يقولو used نستعملو did. Okay. Did you used to travel? كي يقولوا used to معناتها دائما معناتها حاجه استعملناها في الماضي خلاص درناها مثال I used to speak English okay I used to do math I used to go to school so دائما كي يقول لك I used to معناتها in the past okay دائما question تاعها استعملوا did verb to do in the past is did اوكي هنا واش قال لك هنا يا expressing يعني هذو كاع ما فهمش حاجه انا فوما ماشي حاجه ولا هذا هو ليكزام تاع
ديالكم نو ماشي يعني واي مليح كي تشوفوها. اوكي اش عندنا؟ عندنا اكسبيرينسينغ اغيمنت. شنو معناتها؟ معناتها عندك نيد. اوكي سو عندك زوج، عندك نيد اوكي، وعندك واش عندنا؟ عندنا نيد، عندنا دو اي. سو سو اي دو اي سو دو اي اوكي. سو عندنا سو دو اي ولا نيد اوكي. نورمال ايد ما كاش ايد so should be we should, should we have neither okay so we should have I don't know we should have neither either okay ولا so do I هادو هادو يعني هما كما نقولوا short answers يا كي يقول لك I like reading books so do I أنا تاني okay ولا نقول لك I don't like eating fish neither do I ثم أنا منحب تاني neither do I السين كي يقول لك neither do I كي يقول لك I don't like eating fish I can say neither do I or I can say me too okay me too I don't like eating fish neither استعملها always في negative so I don't know so not positive negative positive negative I don't know so neither استعملها في negative so استعملها في positive we should have here something like either me إذا نقدر نستعملو so do I ولا neither do I ولا either هي positive هنا ما كاش either I think ما قيدوهاش but either هي positive okay so عندنا so do I or neither do I always neither do I in the negative so do I in the positive always نستعملو so do I كي تكون عندك جملة positive neither do I كي تكون عندك جملة negative أني ماما بابلا. أوكي. عندنا وعدنا number 12. Past simple and the past continuous. وشنو هو past simple؟ وشنو past continuous؟ نعرف past simple هو في الماضي. والpast simple عنده لي verb. لازم. سدى past continuous سدى حاجة كانت تتمشى سدى مازال تتمشى. فوالا. فون با نجيبوها من كما نقولوا عندنا سلسلة من الماضي وتجي لقدام ومازالها تمشي. أوكي؟ من الباس يجي قدام قال لك وش عندك سو نستعمل باس كونتينيو اوكي سو عندنا الباس نستعملو باس اوكي باين الباس كي يكون عندنا الفيرب الفيرب وين الفيرب تو وين ان ذا باس از وان اوكي عندنا ايغولار فيرب لازم تشوفو عليها بلاك اوكي كي تكون عندك جو لون تايم جو دائما عندنا معناتها الباسي اوكي هي didn't study well last exam لان استعملنا الباس لان عندنا last اوكي he entered the university 2014 okay استعملنا هنا past تاع verb verb to enter in the past لان عندنا in 2014 نستعمل مع اوكي كي عندنا last and ago اوكي والتاريخ هذه اللي بنا بها so كي تكون عندك positive form استعملوا بين كيما البوزيتيف والنيجاتيف والكويشن نفس الشيء كامل يبداو كيف عندنا البوزيتيف كيما هذه نقول لك وينها هي our local football team won a match هذه positive sentence في النيجاتيف نقول لك he didn't study well last exam this is negative في الكويستشن عندنا نستعملوا when or where ولا هادوما معطوهم when where and why and what okay plus what plus this depends so ماشي دائما بصح depends وينها هنايا سو عندنا الباسي باسي سهل نشوفو البريزنت شنو قلنا نشوفو الباست كونتينيوس وشنو هو الباست كونتينيوس باست كونتينيوس دائما هو الفيرب تو بي ان ذا باست اي واز ولا اي واز ولا باست ولا وير بلس واز ولا وير يا بلس فيرب اي ان جي هذا ما كان اوكي سنقولوا باس بلس فيرب اي ان جي واش معناتها كي يكون عندنا اكسيون ومازالها تمشي اون جينيرال نستعملوا باس كونتينيوس كي يكون عندنا دو اكسيون اوكي كي يكون عندنا دو اكسيون اون ميم طون اوكي سي واش قال لك هنا نو هنا نورمال ناقصه هنا مازال نستعملوا اي واز ستاديينغ وايل مثال كاين حاجه اخرى كي تشوفي وايل اوكي وايل بوندون دائما نستعملو الباست كونتينيوس اوكي كيقول لك وايل مثال اي واز ستاديينغ وايل اي واز اون ذا ترين اوكي اي واز دوينغ ماي هوم ورك وايل اي واز ايتينغ سو الباست كونتينيوس نستعملو
نستعمل وايل كي عندنا وايل دائما تفكروا وايل باس كونتينيوس. باس كونتينيوس هو التنس اللي يجي من الباسي والاكشن ما ماتتش مازال اوكي مازال تمشي مازال ما وان متى نقول لك وان اي واز 11 نو مش نقول لك وان اي واز 11 يس وان اي واز 11 متى وان اي واز 11 اي واز ليفينج ان ذيس هاوس اش معناتها معناتها كان في عمري 11 سنه كنت نعيش في هذا الدار الان ماني عايش because I was living and I still living in this house okay so why ولا when is depends ال past continuous هو ال action هو ال tense اللي يمشي على دو action واحدة كما قولوا ما وال action مازال ما ماتتش مازال في ال past وتجيبها للقدام ما مازال elle est encore vivante c'est le contraire ماشي كيما ماشي كيما ال past non ال past خلاص هذه كما قولوا فيني خلاص سي بون واش قال لك هنا قال لك نقولوا نستعملوا was بيان سيو نعرفوا نستعملوا I was he was she was it was you were they were and we were هادو لازم تفعل عليهم بيان سيو لازم تعرفوهم I was studying present I wasn't studying okay negative was he studying questionary question imperative question what was he studying so was he studying had this question okay It's not a it's question. ماشي imperative. It's question. Was he studying? Yes, he was. Okay. What was he doing? هذه another question. Between this and this, for me, there are two different meanings. Okay. So, was he studying? ولا what was he doing? There are two questions. نعم. So, I have two questions and they are totally different. نقول what was he doing and what he was he studying نقول what was he doing the answer for them نقول he was studying okay and was he studying yes he was studying okay so the answers for these two they are different completely different I don't know why ايش قالت imperative هنايا but no they are different So here's got like past continuous. The past continuous instead my mother was cooking. Okay, هذه الحاجة طويلة. Okay, when suddenly, okay, the telephone rang. So we have two actions. كما قلنا دائما نستعملوا two actions. No, عندنا ولا عندنا while وعندنا as. كيف عندنا while و as always we have to think about past continuous. هذيك الجملة يقول لك فيها while and while ويقول لك لي فيرب كونجوغي لي فيرب انتي دائما خمي على الباست كونتينيوز باسكو كاين دوز اكسيون او ميم طون واي هي بوندون ولا في العربيه في الحين وقيله في الحين وقيله هذاك هو الباست كونتينيوز واش عندنا ثاني عندنا اكسبريسينغ ريزولت هادي واش معناتها اكسبريسينغ ريزولت اي دونت ثينك حاجه كبيره بات قال لك كيف نعبر عن النتيجه نعبر بادواتها سو اوكي سو از فور ذا ريزولت اوكي عندنا سو بون هنا ماشي متكورين بصح حقيقة نقولهم لك سو عندنا حنا نعرفو سو از فور ذا ريزولت كيقول لك دائما كيقول لك هي ستاديز هارد سو هي ويل سكسيد اوكي سو عندنا النتيجة تاعو النتيجة عندنا بيكوز اوكي كي نقول لك بيكوز هو تاع ماش هو تاع لا كوز اوكي السبب اولويز كي نقول لك I am working hard because I have exam. So سبب تاعي I have exam cause. Okay, now we have silence letter. كاين تلميذة قالت لي على silence letter وما تعرفش الفرق بيناتهم. أنا شفت هاد من هاد الكتاب كاين كتاب تاع سنة نعم شي هذايا. نهار التمرين. سوينا هاد الكتاب اللي شفتوه قبيلة. واش قالت هنا؟ واش قالت؟ قالت بلي هنايا قالت بلي كاين silence letter واش عندنا؟ عندنا W عندنا ال K عندنا ال B وعندنا ال N اوكي سو عندنا عندنا 4 letters اوكي سو عندنا 4 هنايا حنا انا هنا عندي T ال H W K هنا عندنا W K and B and A اوكي سو ندير هادو بك سي با با اوكي وقتاش نستعملو وقتاش ما نطقوش W So من تقول W هنايا قال لك is usually listen so W is not pronounced when is in initial position the first letter of the word the first letter يعني أول كلمة or followed by R
يعني كي يكون W في أول كلمة ولا and so sorry follow يعني هو في أول كلمة ومواكين الحرف R مثل light okay عندنا light هو مسمار مثل عندنا now okay عندنا now verb to now ما قلوش كاب knife الموز مسمار علاش عندنا في أول كلمة هو الكا والدوزيام ميموار هو الان ما نتقوش هذا knock ني اوكي ما نتقوش سواء عندنا ال دبليو ما نسمعوش كيكون في اول كلمه ومواه عنده الحرف ار نو سوري لو كا ما نسمعوش كيكون في اول كلمه ومواه الحرف ان وعندنا الدبليو ما نسمعوش كيكون في اول كلمه ومواه اللتر ار مثال عندنا رايت روت رونغ سولد اوكي سو دبليو ما نسمعوش كيكون في اول كلمه ومواه اللتر ار لو كان ما نسمعوش أول كلمة ومواد لا لتر إن قالت لك بنايا لا لتر بي قالت تنتهي بحرف بي وأمامها حرف إم كيكون قدامه لو إم لو كيكون الكلمة فيها تخلص بحرف بي وقبلها لو إم لو بي ما نطقاش نقول كامب أوكي كيكون عندها لو إن حرف إن أوكي يساوي الحرف إن ما نطقاش كيكون قدامه الإم الإم يغلب عليه وعندنا الحرف كي ما ينطقش قلنا كيكون حرف كيكون حرف كي ودي كيف ما نطقوش الال اوكي ساعدنا كولد ولا قولوا ووك ولا كولد ولا وود ولا شود اوكي ساعدنا الحرف ال ما نطقوش كيكون قدامه موراه الكا ولا دي عندنا الحرف جي هيج جي هيج كيكون في وسط كلمه ما تليك ما نطقوش عندنا لايت مثال لايت اوكي ما نطقوش الجي هاش ما نطقوش عندنا الحرف تي كيكون الحرف تي مواه اي ان مثال ليسن وعندنا الحرف تي كيكون مواه مثال عندنا ماشي دائما اي ان عندنا كاسل عندنا ويسل ثاني اوكي يجي مواه ثاني اي ان ولا ال اوكي ال اي ولا الام سو عندنا مثال كريسمس اوكي عندنا ويسل تاو الحرف تي ما يتنطقش لما يكون معاه اي ان ولا يكون معاه ال اي ولا يكون معاه ام دائما ما ينطقش اوكي سو عندنا ال ام ان اي ان وعندنا الحرف ار ما يتنطقش في اخر كلمه او كي يجي معاه بعد فاير مثال عندنا تيتشر كاربت اي دونت نو بس يتمام كاربت اوكي ما هذه ما يشوف صح قالت لك يكون عندك حرف ا اخر كلمه ويجي معاه قبله فايل اوكي ما نتقوش ال ا صح لي ما متكون بزاف هما هادو اوكي سو هادو هما اللي لازم تركزوا عليهم دبليو كي ال ال تي بي عندنا اخر وان واش عندنا اخر فقره عندنا pronunciation of suffix واش معناتها suffix معناتها هما الحروف اللي في اخر كلمه عندنا مثال عندنا الفيرب finish finished اوكي وعندنا الاو دي هذا كاين اللي سمعوا دي فوا سمعوا او دي وكاين فوا سمعوا تي ودي فوا سمعوا اي دي مثال عندنا مثال واحد وعندنا دي فوا دي اوكي عندنا واش قال لك نسمعوا تي اوكي نسمعوا تي helped liked ينتقل بي لاتر اي دي بالتي تي تخلص هذه اللاتر سي هيج S H P K C K S S C X هادو شوفوا عليهم لا غالب ما كاش اوتش سو شوفوا كيف عندك C H S H P K C K S S C X دائما كيكون عندنا هالحروف هاد لي فيرب يخلصوا بهاد الحروف نزيد لهم او دي اللخه تاع هذاك الاو دي نسمعوه تي عندنا past fast fixed ما كيهما او دي نسمعوا هاد الاو دي ايد كي خلاص الكلمات خلاص بالتي ولا دي مثال added ended visited عندنا تي ولا دي يعني هذا سهلين كيكون الفعل يخلاص دي ولا تي بالاو دي نسمعوه ايدي عندنا لما الاو دي يسمعوه دي كيكون الباقي الحروف مثل V W R سوي نحو هادو نشوفو على هادو ما عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8
عندنا X, C, S, S, C, K. كي شو على هادوما الباقي كامل اسمه د. عندنا entered, traveled, traveled, showed, lived, okay, obliged. سو عندنا هادو اسمهم دي. سو عندنا ثلاثة. عندنا ت. عندنا ت. عندنا إيد. وعندنا د. آخر وان هما لي فوايل. لي فوايل جبناهم بسهل. سبعة دي سؤال. تفضلي. نعم. استاذة تحطين بعد هذه المراجعة في يوتيوب. اي حطوها. نعم. شكرا. شكرا بامسية. كان وحدة تلميذة قالت لي حبيت تاع اسمه وش راح يتاحل الوضعية تاع الاختبار. انا باش نفكها باك نقولها باللي الوضعية تاع اختي انا شفت هاد السوجي. يس هاد السوجي في هاد الويب سايت كاين ثلاثة كاين ثلاثة بروبوز سبجكت. اوكي كاين ثلاثة. في هاد ثلاثة هادو كاين ديفرون وضعية. اذا كل واحد يقدر يحل وضعية كيما هادي. اوكي مثال هنايا هنا قال لك يهضر لك على الوضعية تاع هادي يحكي لك على التوريزم. اوكي سو يحكي على التوريزم. اوكي سو قال لك رايتينغ وي فيو تورست اوكي كام تو فيزيت الجزائر. We have good ideas how to improve tourism. Okay, so عندك هو أنا عندي idea. You can make a leaflet or cartoon to encourage tourists to come to our visit. So يحكي على التوريزم. أنا باش لقيت التوريزم ولا ما قريتوش بصح هذا is proposed. لازم كل واحد يعرف عنده كما نقولوا نظرة كيفاش يدير وضعية على التوريزم. Okay. وعن تانتانيك وضعية. سو هادو هما اللي بروباوز هادو هما لازم تشوفوهم. بون كاين الحل تاعهم هنا في الحل ما كاين الحل ماكاش وضعية بصح انا الوضعية ماكاش مشكل نكتبها لكم وضعية. اوكي سو اي واحد يسحق وضعية يقول لي. وهنا عندك على ماش وضعية هنا يحكي الوضعية على ماش بيتت لي ويز اكسيدنت. يس هادي على مثال عندك اكسيدنت. اوكي دت اكسيدنت واكتب لي رايت لاتر تو لوك اوثوريتي اكسبريس يور ويز. اكتب لي ورقه كيفاش درت اكسيدون عشان مقلق. اوكي اكسيدون درناها في الطفل درتوها. اوكي سو هادو قال لك واش بالك راح يطيح ليكزامان. اوكي بروبوز. وعندك ثانيك نمبر 1 يعني عندنا على اكسيدون وعندنا على التوريزم. نمبر 1 از نو نمبر 1 ماشي ما كاينش وقيلا نو نمبر 1 قال لك كومبوزيت ماسي باتون رايت باي باي سيت هيمسيلف. شنو هذه فاينل ايدي مكانش. لا لا قال لك بيوغرافي. سو بيوغرافي اوف فيموس بيرسون. سو لازم دير بيوغرافي تاع فيموس بيرسون. انت من دوكا دي وضعيه في راسك مثال شكون هو فيموس تاعك مثال. اوكي سو جوار ولا اكتر ولا ودي عليه وضعيه بيوغرافي صغيره وقتاش نزاد وقتاش زعما وقتاش نزاد واش عنده اوارد واش دار لي موفي ولا واش لعب ولا هذا ما كان جوغ بيوغرافي صغيره. افوار اون ايدي تستعملي لي فيرب تشفي عليهم. سو كي تجيك وضعيه تجيك سهله. سو قال لك ممكن راح يكون وضعيه على على بيوغرافي على فيموس بيرسون ولا تكون على اكسيدنت. دي اكسيدنت دي لي اكسيدنت مثال واش صار لك ولا فيموس بيرسون. فيموس بيرسون هذه قال لك هنا قريتها قال لك رايت بيوغرافي اوف فيموس بيرسون ذات يو نو او يو هاف اوريدي ستاديد اباوت. سو قريتي عليه ديجا ولا تعرفيه. famous person مثال اكتر ولا جوار ولا مثل famous person في المقدمه نقدروا نبداو بالبروفايل. ايه تقولي يا تقولي يا مثال انا المقدمه دائما نحب نبدا جو تاع مقدمه تخلي تقولي تقولي يا زعما مثال ماشي با شكون كان بدا يحبوا مثال زعما جوش كلوني. جوش كلوني is one of the famous or one of the best actor for me. Was born blah blah in هكذا. He has so many movies. He grew up in Mitel, California. He had four kids. فوالا حنا زعما نزيدو نبداو نقولو هكا فهمتي جو هادي هي واش لازم نديرو. بيوغرافي تاعو تسمى تحكي عليه فيموس تاعك تحكي عليه بصفة فيموس. و سيكوند واش دار وين زعما وين قرا وين زاد هما. اي ثينك ذا بيست واي از تحلي السوجي احسن انا بور موا. اوكي سو دون نحط لكم هذا يعني عاد نحطه لكم عندكم. نهار اثنين تلاقاو. نهار اثنين شفت تلميذة تاع المات ندير معاها مراجعة تاع المات. اوكي تاع المعادلات ولا ولا كانت افيلابل دونك نشوف معاها نشوف. انا قلت لك كاين وحده قالت لي مليحه في المات
قلت لها انا ما كاش مشكله، انا ما عنديش مشكله، انا نعرف شويه المات ماشي.